السلام عليكم. قبل أيام فتح اللواء الخامس حرس حدود الجبهة الثانية في معركة تحرير صعدة بعد جبهة كتاف البقع التي تقدم فيها الجيش أكثر من 20 كيلومترا داخل المحافظة. كانت هذه الجبهة الثانية هي جبهة علب التي استعاد فيها الجيش والمقاومة منفذ علب وصولا حتى منطقة مندبة المطلة على مديرية باقم والتي تبعد عن مركز محافظة صعدة حوالي 80 كيلومترا. صعدة المدينة المبتلى بالإماميين منذ قرون تحاول اليوم أن تقلب الطاولة على التاريخ والجغرافيا وتنفض غبار الإمامة المتراكم عليها لتستعيد مجددا ألق الرومان والحضارة. فهل تمهد هذه الأحداث لما صرح به الرئيس هادي مرارا بشأن رفع العلم الجمهوري في مران؟ على المستوى الإنساني تعيش محافظة صعدة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، نزوح كبير لأبناء المحافظة خصوصا من كانوا يسكنون في مركز المدينة والتي تعرض لقصف رهيب جراء تواجد قيادات ميليشيا الحوثي فيها. أما من ناحية الانتهاكات فالحوثيون يعتبرون صعدة مدينة مغلقة عليهم، يمارسون فيها القتل والاختطاف والتهجير ومختلف الجرائم دون رقيب ولا حسيب، وفوق كل ذلك تطال مواطنين فيها غارات خاطئة للتحالف بين فترة وأخرى مخلفة ضحايا مدنيين لم يكن الألم لينقصهم. بهذه الصورة متعددة الزوايا ربما يكون المواطن الصعدي الضحية الأكثر اضطهادا ومأساوية على مستوى التراب الوطني. فهل حان الوقت أن تدخل الجمهورية بحضورها الحسي والفكري إلى محافظة صعدة؟ وما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لتحرير صعدة على مستوى معركة استعادة الدولة الأم؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على ميليشيا الحوثي التي تعتبر هذه المدينة معقلا رئيسيا وتاريخيا لها؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيوفنا. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الناشط السياسي هادي الهادي. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. حياكم الله. ونوه إلى أن محافظ المحافظة السيد هادي الطرشان سينضم إلينا هو وآخرون لاحقا. نبدأ النقاش بعد أن نتابع بمعيتكم مشاهدين هذا التقرير. على تخوم صعدة تدور معارك على مقربة من الشريط الحدودي بهدف السيطرة على المنافذ الحدودية كخطوة أولية في مشوار تحرير واستعادة محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي. في معركة صعدة يحضر التاريخ والجغرافيا، الجمهورية والإمامة، الشرعية والانقلاب، وثنائيات من بينها الذين تضررت حياتهم بعد الانقلاب وإسقاط الدولة وتحولوا إلى مقاومين. في منفذ علب ومنفذ البقع تدور أشرس المعارك التي يرجح مراقبون أنها من أكثر المعارك أهمية في الأيام الأخيرة. محافظ صعدة هادي طرشان أكد أن اللواء الخامس حرس حدود تمكن من تحرير منفذ علب بالكامل، وقالت مصادر ميدانية أن الحوثيين يستمتون في الدفاع عن مواقعهم ويقصفون عناصر المقاومة والقوات الحكومية بصواريخ حرارية من مواقع تمركزهم في جبل شعير، بينما يستمر تقدم الجيش والمقاومة ليحرروا في طريقهم العديد من المواقع. ولم تتوقف حتى اللحظة المعارك في منطقة مندبة التي يقال أنها أقرب المناطق إلى باقم أحد معاقل ميليشيا الحوثي، وأن المعارك الدائرة تبعد عن عاصمة المحافظة نحو 80 كيلومترا فقط. المعارك الدائرة في مساحة جغرافية مفتوحة ومكشوفة تزيد من صعوبة المهمة الرامية لإحراز نصر كبير من شأنه في حال التحقق تغيير معادلة الصراع مع الميليشيا التي تستميت في الدفاع عن معقلها الرئيسي في صعدة. البعد التاريخي يبدو حاضرا في معركة صعدة، وآثار الصراعات والحروب تتجلى في أن عددا كبيرا من بين المنخرطين في المعركة هم من أولئك الذين شردتهم الميليشيا من منازلهم أثناء الحروب الست وأثناء الانقلاب الأخير والاجتياح. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا السيد هادي الهادي. أستاذ هادي، حدثنا أكثر عن طبيعة التقدم الذي حدث للجيش والمقاومة في منفذ علب الحدودي مع السعودية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا فتح جبهة في هذا المنفذ أو في هذه الجهة من صعدة يعتبر ذو أهمية كبيرة جدا، من ناحية أنه تشتيت لجهود الميليشيا أو لجهود الانقلابيين الذين يستميتون في الدفاع عن انقلابهم. الموضوع الثاني أنها منطقة هي الأقرب إلى صعدة،
وكلما تعمق فيها الجيش الوطني والمقاومة سيتعمقون في مناطق وإن كانت تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن الحاضنة الاجتماعية في المناطق التي هم مقبلين عليها لا تعتبر حاضنة اجتماعية للحوثي بالشكل الذي يريده. هذه المناطق تتبع قبليا الشيخ بن مقيت، وفكريا لا تنتمي للحوثي، وإن رضخت له في فترة من الفترات بسبب الوضع العسكري الذي عانت منه صعدة بشكل عام، كما تعاني منه معظم مناطق الجمهورية اليوم. فهذه الجبهة فيها تقدم يثلج الصدر، وهو بداية للانهيار. وكما أوتيت الجمهورية اليمنية من صعدة، أوتيت الجمهورية اليمنية من صعدة، سيؤتى الانقلاب وستؤتى الإمامية أيضا من صعدة. فهذا التقدم تقدم ملحوظ، ويبشرون اليوم من الجبهة الموجودة هناك بأن هناك تقدم يومي باستمرار، وهناك قتلى من الميليشيا وجرحى أيضا خلال هذا اليوم، وعدد من الآليات التي سيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الموجودة هناك. طيب هذا التقدم، يعني إذا ما اعتبرنا أن منفذ علب هو منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية، هل طبيعة الجغرافيا هناك طبيعة جبلية، أم أنها تماثل طبيعة المنفذ الآخر الذي تدور فيه مواجهات، أو من جهة كتاف والبقع هل هناك أراضي صحراوية؟ ما طبيعة الجغرافيا في هذه المناطق، سواء هذه المناطق وأيضا محافظة صعدة بشكل عام؟ كتاف والبقع تميل لكونها صحراوية، منفذ علب ومندبة والجمرك هناك تميل لكونها جبلية. هناك المناطق التي فيها المنفذ، منفذ علب ومنطقة مندبة، يعني تعتبر منطقة جبلية، جبال متحاذية لكنها جبال صغيرة ليست شاهقة. لكن كل ما تعمقنا باتجاه صعدة نقبل على مناطق جبلية قد لا تعيق التقدم من ناحية خط السير، لكنها قد تعيق التقدم من ناحية كون يعني القناصة أو التمركز في تلك الجبال. لكن التقدم إذا بدأ فصفوف الخصم ستنهار أصلا، لأنها في انهيار متكامل. فطبيعة المنطقة الجغرافية تميل كتاف والبقع إلى كونها صحراوية، وباقم وعلب تميل إلى كونها مناطق جبلية، لكنها ليست جبال شاهقة بقدر ما هي وسط ما بين الجبال والتلال. طيب على ماذا تطل، يعني تطل هذه المناطق، سواء منفذ علب، المنطقة مندبة التي تأتي بعد المنفذ، هل تشرف على مواقع سواء في الأراضي السعودية أو في الأراضي اليمنية يمكن أن تتيح تقدما آخر للمقاومة الشعبية والجيش الوطني هناك؟ إذا تم تجاوز علب ثم التوجه إلى مندبة نصبح على أبواب باقم ثم قطابر ثم نتجه إلى ضحيان، فالمسافة ما بين مندبة وصعدة 80 كيلو، لكنها مسافة غير آهلة بالسكان كثيرا يعني، والتقدم فيها سهل ويسير ربما، وهو يعتمد فقط على اتخاذ القرار والجرأة في التقدم. طيب الأهمية لهذه المديرية، مديرية باقم التي تأتي بعد جبال مندبة أو منطقة مندبة، هل لها دور خاص أو أهمية خاصة أو طبيعة خاصة، يعني تعطيها تميزا أو قدرة على تسهيل عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هناك؟ كل منافذ محافظة صعدة لها أهمية خاصة بالدخول إلى صعدة، لكن هذه المنطقة تعتبر الأقرب والأسهل إلى قلب صعدة وإلى منطقة ضحيان، المنطقة التي تعتبر قم بالنسبة للحوثيين. وصعدة إذا سقطت بشكل عام هي تعتبر قاسمة الظهر للانقلاب يعني، وإلا فاليمن يعاني أصلا، هم في تعز وفي مناطق أخرى نفس ما تعاني صعدة. لكن من ناحية الأهمية عندما تدخل من باقم ستصبح هذه المناطق ستنضم للمقاومة تلقائيا، لأنهم يعتبروا في سجن كبير فقط، يعني ينتظرون وصول الجيش الوطني. كل أبناء صعدة ينتظرون المنقذ، وإنما بعضهم حتى الآن قد يقاتل في صفوف الحوثي من أجل مرتبه كونه عسكريا أو كونه، وإلا لا أحد من أبناء صعدة يرضى بالوضع الذي تعيشه صعدة ولا بالوضع الذي وصلت إليه الجمهورية اليمنية في هذه الأثناء. بطبيعة الحال هناك نوع من يعني الحشد على أطراف المدينة، ونتيجة هذا الحشد كان تحرير منفذ علب.
ما طبيعة التكوينات العسكرية المكونة للجيش الوطني التي تمارس أو يعني تفرض سيطرتها يوما بعد آخر في هذه المناطق؟ ما طبيعة الدعم الشعبي لها كمقاومة شعبية؟ كما ذكر في التقرير، بالنسبة للجيش الوطني هو الجيش الذي بدأ يتكون من بعد 21 من بعد انقلاب 21 سبتمبر، وهذا الجيش هو جيش وطني خالص، وكان من ضمن استراتيجية إطالة الحرب هو إعداد جيش بحيث أن هذا الجيش أو يمسك في المناطق التي يتقدم فيها. المكونات الموجودة التي تواجه والتي تتقدم سواء في صعدة أو في تقدمت في الجوف التي وصلت إلى كتاف والبقع، جيش وطني ومقاومة شعبية. الجيش الوطني مكون من أبناء اليمن الذين كانوا في الجيش السابق أيضا، أو الألوية التي كانت موجودة سابقا وخرجت من تحت عباءة الانقلاب أو خرجت من تحت سيطرة الانقلاب وانضمت للشرعية، بالإضافة إلى المهجرين من أبناء اليمن الذين تم تهجيرهم من كل المحافظات التي سيطر عليها الحوثي. في الشق الآخر المقاومة الشعبية التي لم تنخرط في الجيش ولكنها تريد العودة إلى أراضيها وإلى بيوتها وإلى مساجدها وإلى دورها التي فجرت. يعني طيب، ينضم لنا الآن سيد هادي المحافظ المحافظة صعدة سيد هادي الطرشان. مساء الخير سيادة المحافظ. مساء النور مع أخي، أهلا بكم. إذا ما تحدثنا على أن المعركة حميت الوطيس الآن في علب، حدثنا أكثر عن طبيعة التقدمات وطبيعة المعركة العسكرية فيها سيادة المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم، وتحياتي خاصة لضيفك الكريم وصديق عزيز. أما بالنسبة للمعارك التي تدور الآن في منطقة مندبة، فهي حقيقة معارك بفضل الله عز وجل تدور على أرض وتراب صعدة لتطهير الحوثيين من هذه المناطق، و تقدم إن شاء الله في الأيام القادمة إلى مركز مديرية بادل، ثم بعد ذلك إلى إن شاء الله التوجه إلى مركز المحافظة بإذن الله سبحانه وتعالى. المعارك قوية جدا، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معنوياتهم تعانق السماء، والحوثيين والعفاشيين ميليشياتهم تنهار أمام قوة وصلابة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بفضل الله. لكن هناك من يطرح أن يعني هناك نوع من التأخر في هذه العملية، هل هذه العملية تهدف إلى تحرير صعدة بالكامل أم أنها تهدف إلى استنزاف ميليشيات الحوثي في معقلها؟ نحن بفضل الله عز وجل على قلب رجل واحد، المقاومة الشعبية الجيش الوطني، مصرون على أن نرفع العلم على جبال مران إيفاء بوعد الرئيس الجمهورية الرئيس الشريع عبد الرب منصور هادي، ولن تتوقف المعارك ولن يتوقف التقدم إن شاء الله إلا بعد تحرير محافظة صعدة وكل شبر في هذه المحافظة من قبضة الميليشيا الإجرامية الإرهابية الحوثية. هناك نوع من الدعوات سيادة المحافظ للسلطة المحلية في محافظة صعدة أن تعود لتستمر أو تستأنف عملها كسلطة محلية تتبع الحكومة اليمنية الشرعية من هذه المناطق المحررة حتى تكون قاعدة لانطلاق بقية يعني القوات العسكرية، وتكون قاعدة جذب لبقية المدنيين الذين يعني يزحون تحت وطأة الانقلابيين في مناطق أخرى، هل سيحدث ذلك؟ سؤال جميل. فعلا نحن بصدد تحرير منطقة لتكون إن شاء الله قاعدة انطلاق لما بعدها لتطهير بقية المناطق والمديريات التي إن شاء الله سيتقدم الجيش الوطني ومعه المقاومة الشعبية، وأيضا بتعاون الشرفاء من أبناء محافظة صعدة الذين قد ذاقوا ذرعا بهذه الميليشيا الفاشية الانقلابية التي تسومهم سوء العذاب في كل منطقة في محافظة صعدة، وقد أصبحوا يتململوا تململ كبير جدا، وهم ينتظرون بفارغ الصبر تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتأتيني من هناك الرسائل والاتصالات شبه يومية، ويعبروا عن فرحهم واستبشارهم بتقدم المقاومة والجيش الوطني. طيب سيد هادي،
هناك من يتحدث على أن محافظة صعدة هي ليست كما يقال يعني ذات حاضنة اجتماعية كبيرة لميليشيات الحوثي، أنتم هل على تواصل مع الوجهات الاجتماعية وشيوخ القبائل هناك في محافظة صعدة في محاولة ل يعني تطمينهم بأن الشرعية قادمة، وكذلك لمعرفة ما الذي يمكن أن يقومون به في سبيل تحرير هذه المحافظة من وطأة الانقلابيين؟ من المفاهيم المغلوطة أخي العزيز أن هناك من يظن أن صعدة حوثية أو أنها حاضنة للحوثي، والحقيقة أن الكلام غير صحيح والمفهوم خاطئ تماما. محافظة صعدة يا أخي العزيز أهلها لا يحبذ الحوثي وليسوا يرغبون بوجود الحوثي، الحوثي بسط سيطرته على صعدة وعلى غير صعدة بالنار والحديد، وقد قاوم أبناء محافظة صعدة هذا الممثل الشيعي الصفوي الإيراني الممثل في جماعة الحوثي، قاوموه 7 سنوات حتى أهلكوا الحوثي ومن معه الساش لدولته التي كانت تستخدم الحوثي حينها، أهلكوا الحرث والنسل وتشرد أبناء محافظة صعدة وهجروا بعد أن استنفذوا كل قواهم في مواجهة هذه الميليشيا الفاشية. الناس ينتظرون في صعدة قدوم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بفارغ الصبر، وهناك تواصل دائم بالشخصيات الاجتماعية سواء في خارج المحافظة أو في داخل المحافظة، لا يزال الناس ينتظرون، وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي ينتفض فيه أبناء محافظة صعدة لينفضوا عنهم قيود هذه الجماعة الإجرامية التي أزهقت الأرواح ودمرت البنى التحتية ودمرت النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة التي هي أصلا وصفت ولا تزال أيضا تسميتها قائمة حتى الآن محافظة السلام، فحولها الحوثي إلى دمار وركام وقتلى وأشلاء وتفكك وتناحر، لكن إن شاء الله بإصرار الجميع أنها ستعود إن شاء الله أفضل مما كانت بإذن الله. بإذن الله. إذن ما هو المستقبل المنظور لمعركة التحرير سيادة المحافظ، وما هي رسالتك لأبناء المحافظة الذين يعني يقبعون في أماكن يسيطر عليها الانقلابيون؟ المستقبل المنظور القريب بإذن الله عز وجل أن هناك تحرير كامل لمحافظة صعدة من قبضة هذه الميليشيات. نصيحتي ودعوتي لأبناء محافظتي محافظة صعدة سواء يعني الذين بالداخل أو بالخارج وخصوصا الذين لا يزال مغرر بهم من الحوثي، دعوتي لهم أننا قادمون إليهم، نحن لسنا قادمون من أجل قتلكم ولا من أجل تشريدكم ولا من أجل يعني أذيتكم، نحن قادمون من أجل أن نحرركم من قبضة هذه الميليشيا. دعوتي للمقرر بهم اتركوا السلاح، التحقوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية. دعوتي لهم أننا لا نريد الحرب ولم نختار الحرب ولم نكن نندفع من أجل الحرب، لكن الحوثي لم يترك لنا مجالا ولا أي مجال آخر أو خط آخر إلا خط المواجهة، وقد فرضت علينا ونحن لها في النهاية حتى تطهر صعدة بإذن الله. محافظ محافظة صعدة السيد هادي طرشان كنت معنا عبر الهاتف من علب، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك سيد هادي، هادي يعني أريد تعقيب منك على مجمل كلام سيادة المحافظ، ما هي معنويات الجيش الوطني والمقاومة والناس هناك وهم يرون أن هناك تقدم ميداني يحدث وأن هناك نوع من التراجع لميليشيات الحوثي في المحافظة؟ أي شخص موجود هناك في المواجهة فله التحية مقدما، لأنه يرابط في جبال أنت لا تعرف شدة بردها ولا شدة ضراوتها ولا قساوتها، لا من أجل شيء ولكن من أجل الوجع الذي يحسه هؤلاء الأبطال في صعدة يعني، وهم معظمهم من أبناء صعدة بالإضافة إلى من أتوا من كل مناطق اليمن الذين منضمون في الجيش الوطني. يعني بالنسبة لمعنوياتهم هم أتوا من أجل تحرير بيوتهم، أتوا من أجل تحرير مزارعهم، أتوا من أجل تحرير مرافقهم، أتوا من أجل العودة إلى وطنهم، فأكيد كلما تقدموا شبرا كلما ارتفعت معنوياتهم بقدر ذلك التقدم، فأصبحت معنوياتهم فعلا تقاوم السماء ولهم التحية. نحن لا نستحق أن نتحدث عنهم أصلا، لكننا مجبرون أن نتحدث عنهم إجلالا لهم.
وإلا فهؤلاء الأشخاص الذين يقفون في مواجهة هذا المد أو هذا الانقلاب، سواء كانوا في علب أو كانوا في باقم أو كانوا في تعز أو كانوا في البيضاء أو كانوا في أي محافظة من محافظات الجمهورية أو كانوا في شوارع الحديدة أو في تهامة في حجة، هؤلاء أشخاص نظروا أنفسهم للدفاع عن الوطن، وأعتقد أنهم يحسون بما يقوله المحافظ من أن هناك تقدم. الميليشيات الانقلابية بدأت تنهار في كل الجبهات وفي كل المناطق، والمقاومة الموجودة الآن من قبل الانقلابيين من أجل البقاء أو من أجل الحفاظ على قليل من المنجزات، لكنهم لا يستطيعون، يعني لا يستطيعون الحفاظ على شيء، لأن منهجهم أصلا هو القتل والتدمير. طيب، بالعودة إلى نقطة أن هناك أكثر من جبهة بداخل محافظة صعدة، جبهة كتاف البقع وكذلك جبهة علب الآن أو جبهة باقم، أيهما أسهل للجيش الوطني والمقاومة أن يتقدم بها نحو تحرير مناطق أكثر وأكثر عمقا بداخل محافظة صعدة؟ هل من السهل أن يتقدم بشكل عام في المناطق بالنظر للجغرافيا هناك؟ هناك محاور عدة تستطيع أن تبني عليها مقدار السهولة ومقدار الصعوبة في التقدم. المحور الأول وهو المحور الشق الأول هو الشق الجغرافي، الشق الثاني هو الشق الحاضنة الاجتماعية التي أنت مقبل عليها، إلى من تميل هي أكثر ربما. الشق الثالث وهو يعني بالإضافة إلى الجغرافيا، بالإضافة إلى الجغرافيا والحاضنة الاجتماعية، هو مقدار يعني المسافة، البعد ما بين المنطقة التي أنت داخل منها وما بين مركز المحافظة. والشيء الثالث أيضا يضاف إلى هذا الكلام معرفتك بالخصم، أين يحشد وما هي النقاط التي هو مركز عليها. والتقدم يعتبر شأن عسكري، يعني شأن عسكري فرص ليس لنا الخبرة الكبيرة فيه، لكن العسكريون يقدمون. نحن نتحدث عن ما هو متوقع الآن. ما هو متوقع، قد ترى اليوم شيء وتتوقع شيء ثم ترى في الغد خلافه، لأنه ربما هناك تحرك عسكري في منطقة من المناطق وهو لغرض إيهام الخصم، والتحرك سيأتي في اليوم المحدد من مكان آخر يعني. فالآن التوجه لدى الشرعية هو تحرير محافظة صعدة ورفع علم الجمهورية في جبال مران، كما صرح بذلك رئيس الجمهورية عندما طرد من بيته إلى عدن. في هذه النقطة تحديدا تحدثت أنت عن نقطة الحاضنة الاجتماعية، أين تكمن نقاط قوة الحوثيين من هذا المنظور؟ هل هناك مناطق يمكن بالفعل الحديث على أنهم يتواجدون فيها بقوة تمثل نقطة ارتكاز لهم في مواجهة تقدمات الجيش الوطني والمقاومة؟ وما هي نقاط أيضا التي بالمقابل تمثل مناطق تتيح للجيش الوطني والمقاومة باعتبار وجود حاضنة اجتماعية تؤيد فكرة الشرعية والجمهورية اليمنية؟ بداية الحديث عن الحوثي بمفرده خطأ. هنا ليس الحوثي هو من يقاتل وحده، هناك قوى الانقلاب الذي هو تحالف الحوثي وعفاش والحرس الجمهوري أو بقايا الحرس الجمهوري يقاتلون في صف الحوثيين، يقاتلون في صف واحد مع الحوثيين الآن، سواء في صعدة من صعدة إلى تعز، يعني في جبهات واحدة. الحاضنة الاجتماعية في صعدة تنتظر بفارغ الصبر من يأتي ليخلصها من هذا الكابوس المخيف. ماذا حصل لنا في صعدة من 2004 إلى اليوم؟ لو تجي تلاحظ أبناء صعدة يهجرون من 2004، هجروا من مناطقهم في 2004 إلى صعدة وإلى صنعاء، ثم هجروا من صعدة إلى عمران، ثم هجروا من عمران إلى صنعاء، ثم هجروا من صنعاء إلى خارج الوطن. يعني أبناء صعدة ينتظرون فقط مثل صيحة الحبلة كما قيل. فالحاضنة الاجتماعية تعتبر، أنا أعتقد من قناعة الشخصية، لا يوجد للحوثي حاضنة اجتماعية، إنما هي القهر، يعني قوة القهر الموجودة في صعدة، وإلا كانت ألوية الدولة داخل صعدة كانت أكثر من يمكن تقارب عدد السكان في صعدة. لكن علي عبد الله صالح كان النظام السابق كان منسق مع الحوثيين، ومعروف ذلك حتى للأعمى من الحروب الستة التي خاضها الجيش الوطني، كانت حروب صعدة عبارة عن جزء من الانقلاب الحاصل اليوم، وهو بيع الجيش الوطني وإهلاكه لبناء جيش عائلي وهو الموجود حاليا. فعندما
عندما تقول لي الحاضنة الاجتماعية، إذا تقدمت الشرعية تقدما ملموسا فإن الحاضنة الاجتماعية المزعومة في نظر الحوثيين والناس في الخارج للحوثي ستنهار أيضا، لأنها تنظر من ينقذها. ماذا جنوا يعني غير الجبايات وغير السجون والمعتقلات والتعذيب والقهر والضرب وال... يعني أصبحنا في دولة في دولة كأننا في عالم آخر يعني. مفهوم. طيب سنتحدث أكثر عن الجانب الإنساني، جوانب النزوح وآثار الحرب وآثار هذا يعني هذا التقوقع من قبل أو الفرض السيطرة من قبل الحوثيين على أهالي الصعدة، لكن قبل ذلك سأذنك بالذهاب إلى فاصل قصير. مشاهدينا بعد هذا الفاصل نكمل الحديث، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحوار مع السيد هادي الهادي الناشط السياسي معنا في الاستوديو. أستاذ هادي، هذه يعني نحن نستحضر كلمات أبو الأحرار الزبيري وحديثه وتبنيه للفكر الجمهوري في هذه المعركة التي لربما هي أكثر معارك الجمهورية أهمية لإعادة المسار إلى ما يجب أن يكون عليه. في صعدة كتاريخ، أي يعني كيف كانت فكرة الجمهورية؟ هل تم التسهيل أو وجدت الجمهورية بداخل هذه المناطق بشكل كبير في يعني خضم نظام علي عبد الله صالح على مدى 33 عام، أم أنه حاول بشكل أو بآخر تهميش الجوانب الجمهورية والتركيز على كما ذكرت قبل قليل نوع من السيطرة لتمهيد لنظام عائلي؟ الجمهورية تم التآمر عليها بعد حصار السبعين وبعد الاتفاقيات السرية التي حصلت للإصلاح بين الملكيين والجمهوريين، تم التآمر عليها، ولكنها بعزيمة الجمهوريين أخذت تشق طريقها عن طريق التعليم وعن طريق إنجازات الجمهورية وعن طريق الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر التي كنا نذكرها وكنا نمارسها وكنا نحتفل بها ونعتبرها عيدا وطنيا يضاهي حتى الأعياد الدينية، حتى جاء زمن علي عبد الله صالح. وخلال هذا 33 سنة المشؤومة حاول علي عبد الله صالح بقصد أو بدون قصد، بتخطيط أو بدون تخطيط، طمس شيء اسمه الجمهورية اليمنية أو ثورة 26 سبتمبر، وجعل كل منجزات الثورة مختزلا في شخصي وفي عائلته، وكان من ضمن ما أراد أن يتآمر عليه أو أن يمحوه هو الجيش الوطني القوي الذي هو هدف من أهداف ثورة 26 سبتمبر، وجعله جيشا عائليا. كان يريد ربما يسلم الزعامة الدينية للفكر الإمامي ويكون بيده السلطة السياسية والعسكرية. هل تجلى ذلك في تحالف الذي أدى بنهاية المطاف إلى الانقلاب على الشرعية في اليمن؟ كما يرى الجميع أنه تجلى في هذا التحالف. فالمهم هنا أن صعدة كانت الضحية الأكبر، فقط كانت هي الضحية الأكبر، لأنها تأخر عليها الدخول أو تأخر دخول الجمهورية إلى صعدة، وفي نفس الوقت كان خروج الجمهورية من صعدة قبل كل المحافظات. فكانت الحقبة التي عاشتها في العهد الجمهوري حقبة قصيرة جدا، وكانت مليئة بشيء من التناقضات. التقاسم الذي كان موجود في صنعاء كان موجود في صعدة بصورة مقيتة، لكن كان مقبولا يعني، بخلاف الوضع الموجود الآن. الجمهورية أو الثورة أو الحق حق الشعب والجمهورية جمهورية الشعب تعرضت من بعد ذلك الاتفاق لمؤامرة، وحاول النظام أو حاول النظام الجمهوري أن يشق طريقه إلى تولي علي عبد الله صالح. ثم جاء علي عبد الله صالح وحاول أن يطمس ثورة 26 سبتمبر ويجعلها ويختزلها في شخصه وفي نفسه، ويجعل نفسه أنه هو الأصل، ويجعل ويدمر الجيش الوطني ويجعله جيشا عائليا. كانت صعدة جزءا من اليمن يعني. في تصريح صرح به أحمد عوض بن مبارك في كأنه قال أنه عندما زار محافظة صعدة في لمناقشة الدستور ومخرجات الحوار مع عبد الملك الحوثي، أن عبد الملك الحوثي قال له أننا متفقين نحن وعلي عبد الله صالح على أن فكرة الأقاليم ينبغي أن لا تتم، والشمال هو حقنا. تعرف من هذا الكلام أن فكرة الأقاليم تفكك الدولة المركزية التي أرادوا إنشائها علي عبد الله صالح والإماميين. فسئل عن والجنوب هو حق من؟ قال والجنوب سنقاتل فيه حتى آخر واحد فينا.
يعني هذا الأمر يشير بشكل كبير إلى عمق هذا التحالف، لكن هناك من يطرح أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح عندما تحاربوا دمروا صعدة، وعندما تحالفوا دمروا بقية اليمن. هل تتفق مع هذا الطرح؟ وإن لم أتفق مع هذا الطرح، هذا هو الحاصل. كما يقولون المصريين كالمنشار، رايح واكل راجع واكل، يعني هم نشوؤهم تدمر اليمن، والآن تدميرهم ما لا يريدون أن يفكوا اليمن إلا وقد دمروا. وصعدة كانت هي الضحية الأولى. الشيء الذي تراه في تعز يوميا هو يمارس في صعدة من 2004، ولك أن تتخيل 12 عاما تحت ما هو حاصل في اليمن. اليوم مثلا على سبيل المثال، اليوم وفي هذا الأسبوع يتم إطلاق العفو العام الذي أطلق. من أطلق في صعدة؟ لم يطلق المتدينين، ولم يطلق المصلين، ولم يطلق السياسيين، ولم يطلق المواطنين، وإنما تم إطلاق أصحاب الجرائم وأصحاب السوابق وتجار الحشيشة والمخدرات. ثم يؤتى بإعلان بعدها في الأسواق بأن السيد عبد الملك الحوثي قد عفى عنهم وأخرجهم من السجون، ويدعو الناس إلى عدم تزويجهم وإلى عدم التزوج منهم. طيب، دعنا نأخذ صورة أكبر أستاذ هادي من الميدان. ينضم لنا الآن حفظ الله بن علي الناطق باسم اللواء الخامس حرس حدود. مساء الخير سيد حفظ الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا بكم. حدثنا، أين وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالضبط؟ ضعنا في الصورة بشكل أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، تقدمت قوات اللواء الخامس حرس جمهوري حرس حدود مسنودة بالمقاومة، فاستولت على التباب المطلة على منفذ علب، ثم تقدمت وتمكنت من السيطرة التامة على المنفذ الجمرك منفذ علب، ثم تقدمت إلى أطراف منطقة مندبة، وهم الحمد لله الجيش والمقاومة في هذا المكان في مندبة في أولها، وقد سيطروا على جزء كبير منها. طيب، ما المتوقع في قادم الأيام سيد حفظ الله؟ المتوقع أن رجال الجيش الموالي للشرعية أو التابع للشرعية بقيادة الوالد الكريم عبد الرب منصور ونائبه الوالد العزيز علي محسن الأحمر أن يواصلوا مهماتهم ليلتقوا بإخوانهم في مركز محافظة صعدة بإذن الله عز وجل. هل يعني من دعم من قبل التحالف الوطني وكذلك من قبل قيادة الجيش اليمني بشكل كبير يوحي بأن هذا الأمر سيستمر إلى أن بالفعل تتم السيطرة على محافظة صعدة بشكل كامل؟ بإذن الله عز وجل. الإخوة في التحالف العربي جزاهم الله خيرا بقيادة المملكة العربية السعودية لم يبخلوا أبدا، بل هم الذين يمولون ويدعمون ويتعاونون ويسندون رجال المقاومة ورجال اللواء الخامس حرس حدود، يسندونهم بالمدفعية وبالطيران ويمددونهم بالعدة والعتاد ويدعمونهم لوجستيا بجميع أنواع الدعم جزاهم الله خيرا. وأكد الدعم من رئيس الجمهورية ومن نائبه، وهم يتواصلون مع القيادة ويتفقدون ويسألون، والحمد لله رب العالمين. طيب، ما نوع الدعم الذي يقدم من قبل قوات التحالف الآن في هذه المعركة سيد حفظ الله؟ والله نحن معتمدون على الله أولا وأخيرا ثم عليهم في كل تحركاتنا. اللواء الذي أنشئ هو لواء جديد، ومع ذلك الحمد لله رب العالمين هم لم يبخلوا عنا بكل أنواع الدعم، يدعمونا ماديا ومعنويا بأسلحة ومعدات وعتاد وكل ما يحتاج إليه اللواء، يعني هو من قبل التحالف جزاهم الله خير، وبدعم أيضا من رئيس الجمهورية ونائبه حفظ الله الجميع. يعني هل أفهم أن هناك أيضا تنسيق لقصف مواقع الحوثيين أثناء التقدم خلال المعارك العسكرية؟ نعم، لا شك أن القصف يتم قصفا مدفعيا وقصف أيضا بالطائرات وضرب التعزيزات التي تأتي إلى مواقع الحوثيين، والحمد لله. وبعدها يتقدم الأبطال بكل بسالة وكل شجاعة وإقدام، الحمد لله رب العالمين. وأشيرك أن الأسرى يعني قد أسر عدد لا بأس به من الحوثيين، آخرهم أسير اليوم صباحا،
وأما الذخائر والأسلحة فحدد ولا حرج. ربما الذخائر قد أحصيت أكثر من 40,000 طلقة من شتى أنواع الذخائر، بالإضافة إلى صواريخ لو والصواريخ الحرارية والبوازيك والهربيشي وغيرها من الأسلحة التي غنمها الشباب من المواقع وبكثرة. يعني الإنسان يستغرب، حتى صار الأبطال يقاتلون الحوثي بذخيرته وعدته وعتاده. طيب، هناك أخبار قادمة من باقم تتحدث على أنه تمت السيطرة على مركز العمليات هناك، هل من تأكيد لهذه المعلومات؟ ماذا أقصد مركز العمليات؟ مركز عمليات الحوثيين في المديرية أو الانقلابيين؟ نحن كما قلنا لكم، يعني سيطر أول أمر على التباب نحو 11 موقع، ثم تم التقدم إلى المنفذ الذي هو الجمرك، ثم تم التقدم بعد ذلك إلى منطقة مندبة. فالذي يعرف هذه الأماكن يعرف الإنجاز الذي أنجزه اللواء وقيادته ومن يسندهم في هذه الأماكن في خلال مدة قصيرة نحو 10 أيام أو 11 يوما إلى الآن، وقد أنجزوا إنجازا عظيما باهرا. من يعرف المنطقة يقدر هذا الإنجاز الذي قام به اللواء ومن معه من المساندين، سواء كان التحالف أو الحكومة الشرعية أو المواطنين جزاهم الله خير. طيب، هناك في الكثير من المناطق التي يتقدم بها الجيش الوطني على أنحاء التراب اليمني إشكاليات من ناحية أن الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام يقومون بزرع الألغام في المناطق التي يفرون منها أو يخرجون منها أو تخرج من سيطرتهم، هل هذا الأمر يواجهكم أنتم في محافظة صعدة؟ نعم، هذا أمر هو الذي يعيق التقدم السريع لرجال اللواء، لكن هم يتعاملون بحكمة وتأمن. هناك فريق هندسي يتعامل مع الألغام التي تزرع بكثافة وبكثرة، سواء كانت عبوات ناسفة أو ألغام فردية أو غيرها من أنواع الألغام الخطيرة والمضرة، والحمد لله فرق الهندسة تتعامل معها، والجيش يتقدم بكل يعني حنكة ودهاء، لأنهم قد علموا ما يقوم به هؤلاء المجرمون. فلولا يعني هذه الألغام لكان الجيش قد تقدم أكثر وأكثر مما تقدم في هذه الأيام. أشكرك حفظ الله بن علي الناطق باسم اللواء الخامس حرس حدود، كنت معنا عبر الهاتف من علب، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ هادي، هذا التقدم العسكري بالتأكيد هو مهم، هو يعني يهدف إلى استعادة الجمهورية في هذه المناطق، لكن المعاناة الإنسانية التي يشهدها الناس هناك ربما تكشف لنا الجانب الأسوأ من ما قام به الإنقلابيون على التراب اليمني بشكل عام. في صعدة كيف هي معاناة الناس هناك من خلال تواصلك مع المعارف بكل تأكيد في المدينة والمحافظة؟ الجانب الإنساني في صعدة مأساوي من نواحي عدة. الناحية الأولى الجانب الإغاثي، كل المنظمات العاملة في الجانب الإغاثي في صعدة إن لم تكن منسقة مع الحوثيين بنسبة 90% فهي تحتهم، يعني إما أن تكون تحت أيديهم وتتصرف فيها كيفما، ويتصرفون في هذه المنظمات الإغاثية كيفما يريدون ويصرفونها كيفما يريدون ويستقطبون بها الناس، أو تكون تحت إشرافهم بنسبة كبيرة جدا بحيث أنها لا تستطيع أن تتحرك في حتى في المتاح إلا كما يريد الحوثيون. وهذه جريمة إنسانية بحد ذاتها أنهم يقومون باستقطاب الناس عن طريق المواد الإغاثية. الجانب الإنساني الثاني أن أبناء صعدة الذين هم أبرياء لا يستطيعون أن يبيتون معظمهم في بيوتهم إلا في الكهوف، بغض النظر عن المدينة، يعني الذين خارج المديريات، ناس أبرياء كثير جدا لا يستطيعون أن يبيتون إلا في الكهوف خوفا من الضربات الخاطئة التي قد تحدث. طبعا هو يحدث أخطاء من التحالف، من طيران التحالف حدثت عدد من الأخطاء، فقد الناس بعض أقاربهم، فقدت بعض أقاربي أنا من أخطاء التحالف، وينبغي، نحن لا نقول ليس عيبا أن تخطئ، لكن العيب أن تستمر في الخطأ، ينبغي أن يتوقف الخطأ الذي يحدث. بالأمس حدث ضربة خاطئة، لكن الخطأ الفادح الذي يمارسه التحالف هو التأخر في تحرير صعدة. يعني كلما تأخر التحالف وكلما تأخرت الشرعية في تحرير صعدة كلما ازدادت الأخطاء وكلما ازدادت الحالة الإنسانية والمأساوية. أبناء صعدة مشردين من 2004
أبناء صعدة مشردين من 2004 في عمران وفي صنعاء وفي كل محافظة الجمهورية، والآن في الدول المجاورة وفي كل بقاع الأرض أبناء صعدة مشردين من هذا من هذه الحروب التي جناها علينا هذا الفكر يعني. فالجانب الإنساني الموجود داخل صعدة حصار مطبق، الطرق مقطعة، الجسور مقطعة، المواد الغذائية شبه معدومة، موجود هناك أشياء لكن تحت تصرف الميليشيا الإنقلابية تصرفها كيفما تشاء. المواطن المسكين البريء ليس أمامه إلا أن يسير في ركبهم أو أن يموت جوعا. طيب ماذا عن المنظمات الدولية؟ يعني أنت تحدثت عن المنظمات العاملة هناك، هل من ضمنها المنظمات الدولية؟ هل هناك تواجد لها؟ المنظمات الدولية في الهلال الأحمر، الإغاثة، منظمة الإغاثة، كلها يتصرف فيها الحوثيين. هناك قد تكون هناك منظمة تعمل بشكل مستقل وتحاول أن تصل إلى المستفيدين، لكنها منظمة واحدة ولا تعمل بالشكل، لا تستطيع أن تعمل بحرية تامة، يتعرض مالها وموظفيها للتضييق. طيب هل من وجود لنوع من الصحفيين، سواء صحفيين يمنيين هم مستقلون ينقلون الأخبار من هناك، أو صحفيون أجنبيون من مؤسسات أجنبية ينقلون ما يحدث بداخل هذه المناطق وينقلون يعني صورة للمعاناة الإنسانية بداخل المحافظة؟ لا يوجد في صعدة من يستطيع أن ينقل ما يدور في داخل، لا يوجد في صعدة من يستطيع أن ينقل ما يدور داخل صعدة علنا، إلا قد يوصل الأخبار سرا، وهذا بسبب التضييق من قبل ميليشيات الحوثيين. أكيد صعدة مليئة، صعدة عبارة عن سجن كبير يوجد داخله عدد من السجون المصغرة، مثل ما أصبحت المناطق المسيطرة عليها. اسأل كم عدد المعتقلين في عمران، اسأل كم عدد المعتقلين في المحافظة المسالمة المحويت، اسأل كم عدد المعتقلين في محافظة صنعاء، اسأل ترى شيء مهيل، اسأل كم هم الذين قتلوا تحت التعذيب. وهذه هي الحالة الإنسانية، إنما صعدة صورة للجرح المؤلم في اليمن، صورة مكبرة، مأساة عمرها 22 عام. إذا كان مأساة اليمنيين من 2014 من 21 سبتمبر 2014، فمأساة صعدة من 2004. طيب إذا ما تحدثنا أستاذ هادي عن المناطق التي يمكن أن تبدأ منها السلطة المحلية بداخل المحافظة، سواء قيادة المحافظة مع سيادة المحافظ هادي الطرشان أو قيادات السلطة المحلية الأخرى في البدء بتأسيس أو إظهار مظاهر الدولة والحكومة بداخل هذه الأماكن استقطابا للناس، وكذلك محاولة لتدارك الأمر وتدارك الحالة الإنسانية. أين يمكن البدء في إنشاء مثل هكذا مراكز؟ كما قال رئيس الجمهورية في رد والحكومة في رده على ولد الشيخ عندما قالوا له أن الحالة الأمنية تسبق الحالة السياسية، وأيضا في صعدة الحالة الأمنية تسبق الآلة السياسية. المناطق التي تدخلها الشرعية وتساطر عليها وتبسط الأمن فيها تستطيع أن تنطلق منها. إذا دخلت قوات الجيش إلى منطقة ما، سواء كانت هذه المنطقة باقم أو كتاب، ثم أحكمت السيطرة عليها ونظفتها وأصبحت منطقة آمنة للدولة لتمارس مهامها منها، كما حدث في مأرب وكما حدث في عدن، رئيس الجمهورية ما استطاع أن يعود إلى عدن بشكل جدي إلا في هذه الأيام، لابد من إيجاد منطقة أولا آمنة، لا بد أن تسبق الحالة الأمنية الحالة السياسية والاجتماعية. إذا أصبحت آمن تستطيع أن تمارس مهامك كدولة. إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي سيد هادي الهادي، كنت معنا في حلقة اليوم في الاستوديو، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.